بسم الله الرحمن الرحيم. لجمهور الزمالك الحبيب ولاعيبة نادي الزمالك الرجالة، يا رب إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى التوفيق والنجاح يبقى حليف الزمالك. أنا طبعا كراجل زملكاوي أتمنى فوز فريقي، ده شيء طبيعي، وأتمنى طبعا إن أنا كمان كعضو مجلس إدارة إن أنا أشيل الكاس. أنا قبل كده شيلته أيام كبرال في سنة 2002، ده آخر كاس إحنا أخدناه. أتمنى بكرة إن شاء الله مباراة تخرج في جو من الروح الرياضية تطبيقا لشعار لا للتعصب، اللي يكسب يكسب، والماتش ده عموما فخر مصر وفخر لبلدنا إن النهائي بيتعمل فيه. بيتعمل في القاهرة الجميلة. إن شاء الله بكرة الماتش ينتهي بالروح الرياضية، وطبعا نهني اللي هيفوز. أنا من دلوقتي بقول أنا بهني مصر، بهني مصر السيسي. أول مرة نهائي أفريقي زي كده في مصر ما بين أكبر ناديين في الشرق الأوسط والعالم العربي، ده كفاية جدا لمصرنا. تمنياتي بمباراة جميلة، تمنياتي ان نادي الزمالك ان شاء الله يكسب، مع خالص تقديري واحترامي للفريق المنافس نادي الاهلي. شكرا جزيلا، هاني زاده.